modern street. What fills up the space in your life? Does the sum of the slides hurt sooner? مشروع توسيع شركة الإسمنت بعين الكبيرة ولاية سطيف ما هو إلا بداية لسلسلة مشاريع أخرى على المستوى الوطني لزيادة إنتاج مادة الإسمنت والتي تدخل في كل مفاصل التنمية الوطنية تحقيقا للاكتفاء وانفلاتا من التبعية. وحدة الإسمنت في عين الكبيرة التي ستنتج مليونين طن من الإسمنت ستشغل 2500 عامل بما فيهم خريجي الجامعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. نسبة الفائدة سترتفع ب 200% بقطع النظر على الحفاظ على البيئة، وهذا ليس مجرد كلام ولا ثرثرة ولكن واقع يبين أن فيه انطلاقة بالنسبة للصناعة في الجزائر. هذا وأشرف الوزير شريف رحماني في ختام زيارته لولاية سطيف على لقاء مع صناعي الولاية حيث اطلع عن كثب على أهم انشغالات القطاع. Behind you, takes you under its wing. Is it time?